سلام عليكم. تدرون شنو أصعب القصص والقضايا اللي تحصل؟ لما يكون الجريمة المرتكبها تكون ضحيته أقرب الناس له. ذاك اليوم عندنا في الكويت واحد حاول يقتل أمه، شلون؟ مسكر عليها الباب بعد ما ولع بشقتها المسكينة بالموت. يا الله طلعت وبلغت رجال الأمن وألقوا القبض عليه واعترف. ليش؟ والله كان يبي منها فلوس وما تعطيه وقرر أنه يتخلص منها. يخرب بيتك أنت، يعني الظاهر ما مر عليك موضوع الجنة والنار والجنة تحت أقدام الأمهات، ولا أمك عاد؟ لا، أسمع القصة اللي قبل شهر تقريبا في العراق، في يسمونه المشتل، منطقة المشتل شرق بغداد، تفاجأوا أن في واحد معروف عندهم في المنطقة هذه على الفيسبوك قام يسب اللي هي جماعة يسمونها سرايا السلام، أعتقد هذه اللي يديرها مقتدى الصدر. المهم يقعد يسبها ويغلط على الجماعة هذه وانقلبت الدنيا، والمؤيدين لهالجماعة بدوا يتكلمون، وهذا منه وهذا حاط صورته واسمه وليش قاعد يسب وليش يغلط وليش كذا وش اللي صاير. المهم قدموا فيه بلاغ، يدورون عليه، يبي يشوفون هذا ليش شغال عليهم سب وشتم وما خلى كلمة اللي قالها بالفيسبوك فجأة. المهم إلى أن وصلوا إلى عنوانه ويطقون الباب عليه، ما يفتح الباب، يطقون الباب، يسألون الجيران، قالوا والله صار لنا كم يوم صراحة ما شفناه لا طلع من البيت ولا دخل، لكن قمنا نشم رائحة عفن ويا هالرائحة هذه، أنا بس واحد يقول لي رائحة عفن يعني يفز قلبي صراحة، يا رب يا ستار. قالوا أجل في شيء، خلونا نكسر الباب. جابوا أهله وجماعته وكذا واتصلوا على الأمن وجابوا إذن يكسرون الباب، وفعلا نكسر الباب، يدورون على الرائحة ولا الرائحة داخل تكرمون الحمام. افتحوا باب الحمام ولا هذا الرجل وزوجته وعياله الثلاثة مقتولين داخل الحمام مع بعض. لا إله إلا الله، وش مكتوب على الحائط يعني طوفة البيت من داخل؟ مكتوب هذا جزاء من يعني يتكلم أو يشتم سرايا السلام. قالوا بس الموضوع أصبح الحين شنو طائفي، والظاهر أنه لما قاعد يسب الناس بالفيسبوك أو يسب السرايا السلام بالفيسبوك، الظاهر أحد أفراد هالجماعة قتله، أرفعوا الجثث وتبين أنه تم إطلاق النار عليهم. لكن استغربوا من شغلة، أن اللي تم في هالجريمة هذه كان كأنه تصفية، يعني ما قتلهم مثلا في أنحاء البيت والشقة وقاوموا، ولا الأب حاول أنه يهرب مثلا وأطلق عليه نار بعد ما قتلهم سحبهم إلى الحمام، لا، جمعهم في الحمام وأطلق عليهم النار بطريقة وحشية. وليش كتب هذا جزاء من يتكلم على سرايا السلام؟ قعدوا يدورون منو له علاقة في الموضوع. قالوا الحين في البداية وين أصلا تليفونه اللي قاعد يستخدمه ويدخل عن طريقه بالفيسبوك يسب وكذا؟ نبي نتأكد. يدورون فعلا على التليفون، يدورونه مني منك، حددوا موقع التليفون ولا في بيت منو؟ بيت ولد أخوه، يعني المقتول هذا يصير عم اللي عنده التليفون. قالوا ممكن خذا منه قبل الجريمة ولا شيء، راحوا ألقوا القبض عليه
وين التليفون؟ جيب التليفون. ولا التليفون في بصمات هو نفسه ولد أخوه، ولد أخو المقتول، وفيه آثار لما فحصوا الـ DNA لقوا آثار دماء كذلك على التليفون. دماء منه؟ دماء العم، بعد ما قتله راح نبش وطلع منه التليفون وقام يرسل هذا ولد الأخ بالفيسبوك ويسب سرايا السلام علشان يوهم الناس أن تم قتله لأن سب سرايا السلام. فهمتوا شلون الخطة الحقيرة يعني؟ ليش قتلته؟ والله الموضوع موضوع يعني خلاف بين العمام وبينهم فلوس وكذا، وجت في باله فكرة أنه يخليها موضوع طائفية علشان يروح يعني، وهو يعتقد أنه يعني سرايا السلام يعني من المجموعات المعروفة ومحد مثلا يقدر يورطها أو يحقق معاها مثلا، فقال خلوني أضرب عصفورين بحجر، منها تخلص من عمي وأهله والشهود كلهم، ومنها الموضوع يروح يعني أو يلتصق بجماعة مثل سرايا السلام. ألقوا القبض عليه وإلى الآن جاري يعني محاكمته. القضية الثانية اللي حصلت في سوريا في 2018، في رجل سوري من أهل الشام، هذا ما شاء الله يملك خير من رب العالمين، ومتزوج 7 مطلق منهم 6 وباقي 7 على ذمته، يتزوج ويطلق، لكن لما يتزوج يجيب عيال وسبحان الله خلفته من الحريم 7 كلهم شباب ما عنده بنات، وعنده ما شاء الله عيال. المهم عياله كبروا، طبعا عياله من زوجاته اللي طلقهم أول، وباقي كذلك اللي عنده هم عندها عيال، فقاموا الحريم اللي هم أمهات العيال المطلقات كل وحدة تحرض ولدها على أبوه. شلون؟ تقول لأبوك يلعب الفلوس لعب، حاول إنك تسحب منه شيء، يعطيك أرض، يعطيك بيت، يعطيك عقار، يعطيك فلوس، تقرب من أبوك. كل وحدة فيهم تقول حق ولدها نفس الكلام، وفعلا عياله ملتمين حوالين أبوهم، وأبوهم مرخي عليهم يعني مو مقصر، لكن بدوا يعني كل واحد فيهم يبقى عطني بيت، أبي بيت وأبي أرض أبي كذا، وقام فعلا يسجل بأساميهم عياله الكبار، يسجل باسم هذا أرض، يسجل باسم هذا بيت عنده شاريهم وتاركم أجره ولا كذا يستثمره. فقاموا يغارون العيال بينهم بين بعض، قام في أحد المرات وسجل بيت، وهذا البيت له قيمة الظاهر أو يعني مبلغ عالي، باسم واحد من عياله طبعا من زوجاته المطلقات يعني. لما درت زوجته اللي على ذمته أقلبت عليه الدنيا، شلون تعطيه البيت وشلون كذا بدل ما تعطيه حق عيالي، وأنا اللي على ذمتك وباكر هذيك زوجتك المطلقة تروح تأخذها من ولدها هي تستفيد وهي مطلقة وأنا زوجتك ما استفيد. ومن هالكلام قالت له والله إلا ترجع البيت. الرجل هذا بعد يعني ما يبي يزعل ولده، راح كلم ولده قال له يا يبا رجع لي البيت وكذا، وبعدين أنا أضبطك بشيء ثاني. الولد قال لا يبا اسمح لي يبا، أنا هذا حقي وانت عطيتني اياه من اللي مشيشك علي يبا. ومن هالكلام طبعا الكلام والحوار هذا كله باللهجة السورية مو باللهجة الكويتية. المهم قال من مشيشك علي يبا، خلاص انت عطيتني اياه وخلاص يبا. قال لا ما يخالف. المهم الأب هم تورط وشاف ولده متمسك في البيت اللي خذاه، فقال أنا عندي فكرة، والخطة هذه اللي مدبرها اللي هي الزوجة اللي على ذمتها. قالت له شوف
ولدك هذا دام انه قليل الادب وما يسمع كلامك وما يبي يرجع لك البيت، فهذا ما يستحق انك تعطف عليه ولا تعطيه شيء. قالها زين الحين خلاص انا سجلت البيت باسمه، يعني شلون اخذه منه؟ قالت له شوف في طريقه. قال لها شنو؟ قالت اضحك عليه، قول له انا ابي البيت هذا علشان اعطيه واحد من اخوانك الثانيين، لكن انت بعطيك البيت الكبير اللي عندي، وهو يعرف ان البيت الكبير يسوى هالبيت هذا يعني دبلات، فراح يقتنع، واول ما يحول البيت باسمك اطرده لانه حقير وما يستحي، شلون يعصي كلامك؟ الاب بعد صدق. وتعرفون الزوجة لما تحن وتزن على راس زوجها مستعد يشيل الصخر على ظهره عشان يفتك منها الزن، طبعا مو كلهم. المهم وفعلا استدعى ولده، قال يبا انت صراحة تستحق بيت افضل من اللي انا معطيك اياه، في بيت كبير اللي عندي تعرفه اللي مكان الفلان. قال ايش فيه؟ قال بعطيك اياه، رجع لي البيت اللي عندك علشان اعطيه واحد من اخوانك اسكته وانت اخذ الكبير. قال له ما في مشكله. قال له يلا عافيه، روح حول البيت باسمي، ولما تجي توريني الوثيقه انها باسمي هني انا راح احول لك البيت الكبير. قال له تم. وفعلا راح الولد ويتنازل عن البيت باسم ابوه وجاب الوثيقه حق ابوه. اول ما شاف ابوه الوثيقه وتاكد ان البيت تحول باسمه ويقول اطلع برا. قال له شنو؟ اطلع برا، اقول لك اطلع برا. ويطرد ولده، قال له يلا اذرف، انت اصلا ما تستحق اعطيك شيء، لما اقول لك رجع البيت تقول لي لا ما ابي، ما تمشي الا بهالطريقه هذه بالخدعه، لكن من اليوم وطالع انت ما انت ولدي، يلا اذرف اطلع برا. الولد طلع واكتشف انه كان يعني في خدعه، وان زوجة ابوه كانت مدبره الموضوع كله علشان ياخذ البيت ويعطيه حق واحد من اخوانه اللي من زوجة ابوه اللي على ذمته. الولد حقد، قال انا خلاص لازم احصل شيء من املاك ابوي قبل لا تروح الدنيا وانا افلس. وفعلا ويشوف له واحد من ربعه من هالمجرمين ويدخل على ابوه ويقتله. طبعا قعدوا يحققون في الموضوع إلى أن توصلوا إلى موضوع البيت وتحويل البيت، وأن الولد زعلان، والزوجة كذلك اللي بلغت قالت ترى أولده هذاك يعني حاقد على أبوه، أكيد هو اللي قتله، مستانسة. ألقوا القبض عليه فعلا ويحيلون للمحاكمة أهو شريكة، وحكموا عليهم في البداية بالمؤبد، إلا أن محكمة التمييز خففت عنها الحكم لأنها انظرت إلى بعض الظروف، والولد يعني ما بلغ يعني سن القانون، يمكن 19-20 سنة، يعني هو أعتقد من أكبر عياله، لذلك خففوا عنا الحكم إلى المؤبد. الله يكفينا شر الدنيا وشر الفلوس اللي تخلي الواحد ما يفرق من اللي قدامه، أمه ولا أبوه ولا عمه ولا خاله، والله فلوس الدنيا كلها ما تسوى ظفر واحد من اخوانك، مو امك وابوك اللي اصلا ما تكفي الدنيا تقدمها لهم هدية. الله يحميكم ويخلي لكم امهاتكم وابهاتكم وابائكم، وفمان الله، مع السلامة.